السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما عملت حملة على محمد رمضان وقلت أوقفه محمد رمضان والحمد لله رب العالمين، يعني الحملة أخذت شكل جدي والناس ابتدت تقف معايا في الحملة، طلع لي بعض الناس اللي بيقول أنتوا أعداء النجاح. فأنا مش عارف أعداء النجاح إحنا في إيه؟ هل هو مثلا اخترع لنا أي شيء فإحنا وقفنا ضده، ولا هو اللي جاب لنا أفلام البلطجة وعمل لنا كليبات إباحية كلها مشاهد جنسية أو إيحاءات جنسية؟ يعني هو محمد رمضان قدم لنا إيه في حياتنا إحنا العلمية والعملية عشان نقولوا إن إحنا أو هم يقولوا إن أنتوا أعداء النجاح؟ إيه هو اللي قدمه؟ والغريب إن الناس ديت بتتلمع بطريقة يعني مشكوك فيها وطريقة مستغرب منها. يعني إزاي نقعد نلمع واحد وإحنا عارفين إن هو بيقضي على جيل كامل؟ زي برضو من قيمة كام يوم كده ظهر واحد اسمه حسن شاكوش بمهرجان، فالمهرجان أخد التاني على العالم. تخيلوا أخوانا أخد التاني على العالم، يعني المهرجان دوت أو الأغنية ديت وصلت لكام واحد وكام واحد استمعها، واحنا بقى ايه في المعايير ديت؟ يعني تخيلوا مثلا لما توصل ل 75 مليون مستمع، يعني ال 75 مليون مستمع يا اخوانا بيسمعوا مهرجانات ديت، يعني ال 75 مليون مستمع بيحبوا الحاجات ديت، يعني ده نذير خطر والله العظيم. دي نقطه. النقطه الثانيه احتفاء الاعلام بالاغنيه. يعني انا عايز اعرف حسن شاكوش يختلف ايه عن حمو بيكا، يختلف عن محمد رمضان في ايه؟ يعني التلاتة بيختلفوا على ايه؟ ايه هي المواد اللي بيقدموها عشان لميس الحديدي تروح جايبة النجم حسن شاكوش وعمرو دياب او عمرو اديب اسف يروح جاي طالع ويرقص على الاغنية، ومش عارف في قناة مصر ايه تروح جاية مصطفاه، وقناة ايه تروح جاية جايباه، وجايمين ملمعين والناس ترقص عليه بالافراح والناس ايه ده؟ ده مستوى انحدار. والانحدار على فكرة يا اخوان احنا اللي عملناه مش هم اللي عملناهم، احنا اللي مشينا وراهم. هم بيقدموا لنا المادة واحنا بنتهافت عليها، احنا اللي بنجري عليها، فاحنا اللي عملناهم. اه هم سبب مشكلة، لكن احنا الاصل، احنا اللي المفروض نربي اطفالنا، احنا اللي المفروض نربي جيل كامل يمنع الكلام ده. فامتى هنوقف الجيل دوت؟ وامتى هنوقف المغنيين دول؟ وامتى هنوقف الممثلين دول ونقول لهم خلاص بقى كفاية بقى؟ ربيتوا عندنا الايحاءات الجنسية، ربيتوا عندنا البلطجة، ربيتوا عندنا الكلمات السوقية. امشوا في الشارع دلوقتي سب دين، كلام في اعراض الامهات والابهات، الواد دلوقتي ما تسمعش من بقه الا كذا وكذا وكذا، ويا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا. كل ده اتربى فين؟ في المدرسة؟ لا ما تقوليش المدرسة. طب اتربوا منين؟ دلوقتي ما تلاقيش فيلم او تلاقي اي حاجة الا فيه ايحاء جنسي، او تلاقي فيه شتيمة، او تلاقي فيه فين الرقابة؟ كان في زمان حاجة اسمها رقابة، وكان الفيلم لما يكون فيه مادة دينية مثلا كانت بتتعرض على الازهر او بتتعرض على دار الافتاء او بتتعرض على الرقابة، وتحذف المواد دي، تحذف الشتيمة وتحذف حاجة. فين الحاجات دي؟ فين نقابة الممثلين؟ فين نقابة المغنيين؟ ولا هي نقابات بس عمالة تسحب في فلوس، في فلوس من هنا وفلوس من هنا وخلاص، ومحدش بيسأل عن حد؟ وبقت للأسف الشديد دلوقتي المواد الإعلامية هي للربح فقط لا غير، بس مفيش أكتر من. أنا دخلت قنوات إعلامية كتير جدا وعارف هما مهمهمش بقى أي حاجة، اللي يهمهم بس إن هما يشوفوا إيه المادة اللي شغالة وروحوا جايبينها، مش مشكلة بقى هتضر المجتمع هتفيد المجتمع، مش مشكلة عندهم أي حاجة. المهم إن هو يجيب المادة دي يعمل كم من مشاهدات عشان تبتدي القناة أو القناة تستمر في المجال دوت وخلاص على كده. لكن إيه اللي بيقدموه؟ أنا استغربت والله، يعني واحد مجمع فيديو كده لميس الحديدي عمالة حسن شاكوش، حسن شاكوش وعمالة تضحك ومبسوطة قوي، يعني كأن الراجل قدم معرفش يعني اخترع علينا عربية ولا صاروخ، وعمرو دياب طالع، عمرو اديب طالع يرقص عليها، ومش عارف مين تاني يستضيفه ويعمل معاه مكالمة. ايه يا اخوانا في ايه ده؟ حتى الذوق العام يعني مفيش، ده احنا بقينا بحد، احنا يعني بره بيقول علينا دولة، للأسف الشديد للأسف الشديد، دولة المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات. ليه لما بنقدم لهم شلل هي الحاجات ديت؟ فاحنا عايزين نغير نظرة الناس في الخارج علينا، عايزين احنا مش هم لن يتوقفوا، احنا اللي نوقفوهم، احنا اللي ما نتفرجش على الحاجات ديت، احنا اللي نقول لهم لا بقى كفاية خلاص، زهقنا منكم خلاص، ما ينفعش نتفرج عليهم تاني. والله ضلال واضلال.
بيتسرب ليك المشاهد والإيحاءات وانت مش واخد بالك. بعد كده هتألفها، بعد كده لو شفتها من ابنك هتبقى عادي، لو شفتها من بنتك هتبقى عادي، لو انت عملتها هتبقى عادي. ده إلف المعصية، إلف اللي انت دايما بتشاهده بيبقى قدامك عادي. دلوقتي ممكن تسمع الشتايم عادي، ما كله بيشتم، تسمع سب الدين هنعمل ايه، كله بيسب وهكذا، تفضل انت كده في تدني في تدني في تدني. لكن لا، احنا عايزين نقول لهم بقى كفاية حرام، اقفوا لله خلاص يا جماعة، نقف لله. ما ينفعش انا اغنية زي دي ما ينفعش ادخل عليها، اغنية عارف انها هتطلع هابطة ولا مهرجانات ولا حموبيكا ولا زفت ولا قرف اي حاجة من دي، نقف خلاص، مش هسمحها والله ما هسمحها خلاص. اي حاجة، اي مشهد فيه اي حاجة خلاص مش هسمعه كده. احنا نتربى ونربي جيل جديد. بنقع في اخطاء فردية، ما فيش مشكلة ان الانسان يقع في اخطاء فردية ويتوب الى الله عز وجل، لكن ما تبقاش الحالة حالة عامة كده يا اخوانا. ده احنا بقينا ايه، شوف الكليات دلوقتي اللي للأسف الشديد يعني عندي بنتي، مدرسة بنتي وابني بيجيبوا مهرجانات يحطوها في الاحتفالات، اللي هي احتفالات ساعات بيعملوا احتفالات كده بيجيبوا مهرجانات يحطوها. يعني شوفوا الاسفاف وصل لحد فين. وبعد كده نيجي نتكلم عن الجيل ونقول الجيل طالع بيشرب مخدرات والجيل بيمسك سيوف، ما احنا اللي انشأنا الجيل دوت بالمسلسلات والافلام والكليبات والاغاني الهابطة اللي كلها ايحاءات جنسية في الاخر، والله المستعان. ويا رب يتسمع كلامي، ويعني انا والله ما بقول الكلام ده الا خايف على المجتمع المصري، لان ده كله بعد كده هيعود علينا بالشر والعياذ بالله. واسال الله عز وجل الهدايه لهم ولي وللجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.